احلى بيتزا لاحلى متابعين، وجبة فطار وجبة غدا وجبة عشاء زي ما انت تحبي. معانا كمان للكيتو، وممكن نبدلها كمان بحاجة بسيطة وتبقى معانا الاكل الصحي، حلوة جدا وسريعة جدا ومكون مش هيخطر على بالك. لو حابة تشوفي معايا الفيديو تعرفي ايه هو المكون، خليكي معايا لاخر الفيديو وما تنسيش حبيبتي اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال وخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة للبيتزا بطريقة سهلة جدا، بخضار كلنا يعني او معظم ولادنا ما بيحبوهوش، هو الكوسة. المكونات معايا هيكون 3 كوسات بمقام كوساية واحدة كبيرة، وبسطرمة استبدلها بلحمة مفرومة، استبدلها بدجاج، استبدلها بأي نوع انت حباه. ممكن تخليها اجبان لو مش حابه فيها لحوم. هستخدم جبنه موتزاريلا، معلقتين بس وبيضتين، وكمان هستخدم النهارده معايا معلقه واحده من دقيق اللوز. بيتزا حلوه جدا، معنديش دقيق اللوز، هستبدلها بدقيق جوز الهند. هضيف من معلقه لمعلقتين لحد ما احس حواليكوا شكل القوام. لو انا على الاكل الصحي ده، طبعا لو انت على نظام الكيتو، لو انا على الاكل الصحي هستبدل دقيق اللوز بدقيق الشوفان، معلقه واحده برضك زي دقيق اللوز. دقيق اللوز دوت من صفحه فود كوم زي ما انتم شايفين اهو، هحط لكم لينك الصفحه، منتجاتهم حلوه جدا. يلا بينا هنعمل مع بعض بيتزا تحفه جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش حبيبتي اللايك، لان اللايك ده هو اللي بيدعم الفيديو وبيخلي الفيديو يتشاف، وتشجعيني على تعبي وتدعميني كده عشان القناه تكبر ليكم وبيكم. يلا بينا. بعد ما بشرت الكوسه زي ما انتم شايفين كده بالمبشره عادي خالص، هبتدي اخد ادي البيضتين، هبتدي اضيف عليهم ملح وفلفل اسود، رشه فلفل اسود، رشه ملح، وهضربهم كويس جدا. هنزل بمعلقه من دقيق اللوز او دقيق جوز الهند، هزود لو محتاجه في دقيق جوز الهند، معلقه واحده بس زي ما احنا شايفين كده، ومعلقه من الجبنه الموتزاريلا، معلقة، وهخلي بقية الجبنة على الوش. دي قاعدة البيتزا اللي احنا بنعملها مع بعض. شايفين بقلب، اخلطها كويس. هبتدي انزل بالكوسة بعد ما بشرتها بالشكل ده. هبتدي بقى اخلط كل المكونات دي مع بعض، هوريكم شكل القوام دلوقتي عامل ازاي. شايفين، هجهز طاسة على النار طبعا، ويفضل طاسة غير لاصقة بالشكل ده. شايفين القوام، هو ده القوام اللي انا عايزاه، طاسة غير لاصقة، وهضيف مكعب من الزبدة لحد ما يسيح. وببتدي انزل بالخليط بالشكل ده، هفرده زي ما احنا شايفين. بعد ما فردت المكونات على الطاسه طبعا النار متوسطه عشان طبعا تستوي، هبتدي اغطيها بغطاء اناء او حله. زي ما احنا شايفين بعد ما شلت الغطاء خدت حوالي 5 دقايق. شايفين هبتدي اقلبها بالشكل دوت، شايفين متماسكة قد ايه. هنزل بمعلقة من صلصة البيتزا وابتدي افردها. طبعا هنا النار هتكون واطية خالص عشان البيتزا تستوي القاعدة بتاعتها كويس جدا. معلقة واحدة بس كده، هبتدي افردها زي ما احنا شايفين، وهبتدي احط بقى الحشو اختياري براحتك خالص. هجيب بقى شرايح البسطرمة بالشكل ده، بالشكل ده،
وهبتدي اضيف كمان قطع من الزيتون اسود اخضر زي ما انت حابه براحتك خالص. وكمان هضيف اخر حاجه فلفل واخر حاجه هضيفها هي الجبنه الموتزاريلا معلقه واحده مش كتير بالشكل ده. وضفت كمان شريحة طماطم واخر حاجة هضيف رشة من الزعتر بيدي طعم ونكهة حلوة جدا رشة صغيرة. هغطي عليها لمدة 3 دقايق عشان تستوي وتبتدي الجبنة تسيح. وزي ما احنا شايفين حبايبي ده شكل البيتزا حلوة جدا وريحتها تحفة وسهلة زي ما انتم شايفين ومكوناتها بسيطة جدا. هنبتدي بقى نقطعها مع بعض بالشكل ده. اهم حاجة ان انت تخلي النار هادية عشان الكوسة تستوي. شايفين شوف معاكم حتة دلوقتي شايفين تحفة ومتماسكة ازاي لذيذة جدا. عايزاكم تجربوها واكتبولي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو وانت اول مرة تشوفي قناتي يشرفني انك تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. وما تنسوش حبايبي اللايك وشير لكل اصحابنا. ومع فيديو جديد ان شاء الله واشوفكم بألف خير وسعادة وبألف صحة وعافية.